هذه المحطة التي تأتي بعد إجراء فحوصات طبية لفائدة حجاجنا الميامين، والتي وصلت إلى حد الآن أزيد من 20,300 فحص طبي عبر مختلف ربوع الوطن. بالإضافة إلى ذلك جاء هذا اللقاء بعد أن بادر الحجاج إلى دفع تكلفة الحج، حيث بلغ عدد من دفع تكلفة الحج لهذا الموسم 20,100 حاج. اليوم شاهدنا ولله الحمد من التوزيع الرحلات على وكالات السياحة والأسفار بما يمكنها من إعلام كل الحجاج بموعد مغادرة الجزائر لأداء هذه الشعيرة. هذه العملية ستمكن أيضا المواطن والحاج الجزائري من اقتناء تذكرة السفر مباشرة بعد عيد الفطر المبارك بإذن الله عز وجل. تم تذكير الزملاء أصحاب وكالات السياحة والأسفار ولن بضرورة تثمين المكسب الذي أعطي لهم هذه السنة بمسك ملفات الحجاج والإنابة عنهم لدى مختلف المؤسسات الدائرة والخطوط الجوية الجزائرية وبنك الجزائر لإتمام باقي الإجراءات، وبالتالي نسهل عن الحاج معاناة التنقل إلى هذه الإدارات. فالوكالة هي من يقوم بهذه الأعمال الإدارية نيابة عن الحاج. الوكالة مطالبة بتقديم وإمضاء عقد سفر مع الحاج، يوضح على هذا العقد كل ما اتفق عليه من خدمات إضافية وخدمات أساسية. وكالات السياحة والأسفار والدوائر والولايات مطالبة بإدخال بيانات الحجاج عبر المسار الإلكتروني السعودي للحج. بلغ لحد الآن حجز بيانات أزيد من 8,000 حاج لهذه اللحظة. عدد الرحلات الإجمالي المبرمجة هي 120 رحلة جوية موزعة 50% يعني تصل إلى مطار المدينة المنورة، و 50% الثانية تصل إلى مطار جدة. أول رحلة ستكون إن شاء الله يوم 5 أوت بإذن الله عز وجل. الوكالة لها كامل الصلاحية. الوكالة هي من يختار هذا المرشد الديني بعد موافقة إطارات أو مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية.